اهلا اصدقائي، اتمنى كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم ريفيو على مجموعة من البرودكتس اللي استخدمتها، كلهم يدد، كلهم فيرست امبريشن تقريبا كلهم. الاساس هو كوليكشن ريانا اللي هو فنتي. الكوليكشن في عليه ريفيوز وايد على الانترنت، في بعضهم حبوا برودكتس، في بعضهم ما حبوا برودكتس ثانيين. انا اليوم راح استخدم الشغلات اللي انا شريتها. رحت الى سيفورا دبي وانا ومايا خذينا الكوليكشن. طلع علي 1445 درهم. كنت معزومة على حفل انطلاق هذا الكوليكشن في نيويورك، بس للأسف ما قدرت أروح لأن كان عندي ارتباطات ثانية مع نيكس في دبي، فبنفس اليوم نفس يوم الإيفنت طرت من نيويورك إلى دبي. ولأن كوليكشن ريانا مو نازل كامل، نازل شغلات معينة فيه، إن شاء الله راح تكمله بعدين، فقررت إن أنا أدخل منتجات جديدة ثانية ما جربتها عشان يصير الفيديو كله منتجات أول مرة أجربها. من الأشياء اللي حبيتها بالكوليكشن إنه منزلة 40 درجة من الفاونديشن، وايد فاتح إلى وايد غامج. في وايد ناس قاعد أسمع باليوتيوب قاعد يحطمون إنه ما في درجات كفاية. I'm sorry بس ماكو ماركة نزلت 40 شيد فاونديشن مرة واحدة، وأول لونش حقها يعني أول الانطلاق الماركة 40 شيد، لا وقايلة ريانا انها بتزيد شيدز، فتخيلوا يعني لازم تلاقين لونك، يعني مو تقولين اخلط ولا اسوي ولا احط، لا راح تلاقين لونك فور شور، بس لازم تروحين وتجربين على ايدك او تجربين على بشرتك بعد يكون احسن واحسن. بس ما بطول عليكم اكثر، خليكم مع اللوك ان شاء الله يعجبكم. يمه 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 ولدي، يمه ولدي حلو، ولدي ولدي حلو، يمي يمي يمي. اوكي اول شيء راح نبدي بالبرايمر. البرايمر اسمه برو فلتر انستنت ريتوتش برايمر. هذا البرايمر للتصحيح الفوري، المفروض انه هو ينعم البشرة، يملي المسام ويطول مدة ثبات الميك اب على الوجه. ريحته كنا كريم عادي. طالك اللور كنا كريم ما كنا برايمر. الحين راح نحط فنتي بيوتي باي ريانا برو فلتر سوفت مات لونج وير فاونديشن. وايد متحمسه اجربه لان الكل يمدحها، ميديوم تو فول كفرج حق الكل، لونج وير يستمر لاطول فتره ممكنه، وايد خفيف على البشره كنا هواء. Interesting. أنا خذيت رقم 240. ترجونا قبل لا تحطونا على الواي فاون. عشان لا أحط وايد. وين المنطقة؟ أنا آخر مرة حطيت وايد، مع إني قلت بالفيديو حطيت وايد والناس ليش كثر حاطة، زين بالغلط حطيت وايد. أختي الناس تنطر الزلة. طبعا انا بالنسبه لي احب اوزع الفاونديشن بالبيوتي بلندر لان هي اسرع شيء يتوزع فيه الفاونديشن بالحياه، فانا راح اوزعها. احاول احط طبقه ثانيه عشان اشوف اذا هو فول كفر ولا لا. الفاونديشن حلو، وما انا هذا اللي لاحظته انه هو بسرعه قاعد يقلب مات. شوفوا ترى هو ثقيل بس حلو على البشره، البشره تهبل. فول كفر غطى كل شيء، وايد حلو بنات حبيته. يعني هذا حلو حق البنات اللي ما يحبون يحطون باودر بس يحبون يحطون فاونديشن ويخلونه ينشف، عشان ما يبون يحطون طبقات وايد على وجههم. انا وايد احب الباودر، فاحتمال شويه احطه على وجهي لان خصوصا هني بالتيزون، لان التيزون عندي وايد الدهن خلال اليوم و يروح الميك اب عليها. بما ان اللاين اللي نزلتها مو كامل ما في كونسيلر، حاطه ستيكس، ما احب استخدم ستيكس ككونسيلرز، فراح استخدم تارت شيب تيب. رايي فيه راح اقول لكم اياه بعدين، هو للحين في فتره التجربه
يوم احبه ويوم لا. ف ابي اعطيكم رايي يعني بصراحه تامه، ما ادري اذا يعني كنت متحمسه اكثر، توقعت النتيجه احلى، ما ادري. راح ننطر دقيقتين الفاونديشن بنات يهبل، يعني شويتين ويقلب مات خلاص. عادي ما تحطين باودر، تخيله اول مره احس هالاحساس. اوكي الحين راح ندمج اول فاونديشن يهبل. فراح اثبت بس تحت عيني. هذه باودر جديده توهم دازلي اياها، تو فيست، اسمها بورن ذس واي سيتنج باودر. توني بطلتها، هذه دازلي اياها باكج من لندن، خلوني ادفع عليها 27 دينار. شني شاري البرودكت عرفته، شركه التوصيل خذت 27 دينار. اوكي هذا شكلها من داخل، تتبطل كذي. راح اخذ شويه واثبت تحت العين، ما ادري اذا تكتل ولا لا. شويه جاي على اصفر مصفره، يعني كنها المفروض تكون كنها بنانا باودر عرفتها، بس كنها حلوه. خلينا نشوف خلال اليوم اذا تكتل ولا لا. انا مشكله تحت عيني خلال اليوم يكتل. راح اخذ شويه من الباودر اطبطب هني وهني. طبعا بالكاميرا مبين تحت عيني وايد ابيض، بس هو مو كذي، مو كذي بالصج، وايد حلو. بالنسبه حق حواجبي راح استخدم هذا القلم من نيكس. اوكي الحين بنسوي ميك اب سريع جدا بهذا الباليت من سب كلتشر. هذا البالت صارت عليه لويا 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 لويا، يعني اللي متابع يوتيوبرز اجانب راح يشوف ان لويا صارت على هالبالت، لا لها اول ولا لها تالي. راح احط ميك اب واكلمكم عنه. حطيت باودر تحت عيني، حطيت وايد، اول مره اتعامل مع هالباودر فما ادري شلون. المهم راح اخذ هذا اللون اسمه روكسي واحطه على كسره العين. فما شفت انه هو كان في مشكله بالدمج صراحه. انا شفت في يوتيوبرز اجانب قالوا انه في مشكله بالدمج لما احط الفرشه ينث، ايه يعني عادي، بس في وايد بلتات ينثون صراحه، يعني افوروا هولوا فيه، ما ادري وايد هولوا فيه. عموما في ناس حبوه وفي ناس لا، بس الاغلب ما حبه. انا بالنسبه لي مو بالفورمولا، مو الفورمولا اللي ما حبيتها، ما حبيت الالوان صراحه. يعني هذه مو باليت انا اشتريها. ليش؟ لان هذا اللون ما احبه، هذا اللون ما احبه، هذا اللون ما احبه، هذا اللون ممكن استخدمه يعني مره بالسنه. ما اشوف ان هي عمليه، ما ادري، الوان مو الواني. قاعد تشوفون ماكو شيء طاح. بعدين راح اخذ اللون البني اسمه فج، واحطه ايضا بس بشكل ادق، بس بكسرة الجفن. واحس ان ممكن الالوان تلوق اكثر حق ميك اب ارتست، تعرف شلون تستخدم الالوان ودمج الالوان اكثر. انا واحدة مو ميك اب ارتست، انا محبة للميك اب، ابي لوك عملي سريع يطلع حلو، بنفس الوقت الالوان اقدر استخدمها اكثر من مرة، ما بستخدمها مرة واحدة وخلاص. راح اخذ بس اللون اللي اسمه داون و اطبطب على الجفن. نفس الالوان راح احطها بالجفن التحتي. راح احط مسكرة ورموش وارجع لكم. الحين راح اشيل الباودر من تحت عيني. اوه انا جايبه هذا الباودر، نسيت اسمه، انفيزبل مات باودر، بودره لازاله اللمعه، لونها ابيض كذي وما فيها لون، يعني لما تحطونها كذي ما فيها لون، انفيزبل. راح اجربها على باقي وجهي لانه ما حطيت هني باودر. اجربها مره ثانيه واقول لكم، لان بصراحه ما اقدر اعطيكم رايي فيها الحين لان ماكو شيء، ما
ما صار شيء. خذيت 4 لمعات باودري من الكولكشن، خذيت تقريبا كل اللمعات الا واحده. واوريدي سيفورا دزولي هذا اللي هو تروفي وايف، هذا الكليان عليه، استخدمته بحفله نيكس. وايضا خذيت او شريت البراش حق توزيع الاضاءه، وخذيت الجلوس، هو لون واحد بس الجلوس نازل بالكولكشن. وايضا خذيت منزله وايد اضاءه كريميه ستيكس، خذيت بس لون واحد اللي هو البنفسجي. الله يا شوقني لما حطيته على ايدي، احتمال ما استخدمه وايد بس وايد عجبني، وايد عجبني، وايد وايد حبيته، وايد حبيته. يهبل يهبل صراحة. ما أدري أي واحدة أستخدم فيهم هذول الأربعة، بس قاعد أفكر إن أنا أستخدم المشمشي كبلشر، وأستخدم الميتل مون كإضاءة على الخد. هذا اللون المشمشي، أخذ اللون المطفي. في لون مطفي أكثر، وفي لون فيه جليتر، يعني هذا فيه لمعة اللي قاعد أقول لكم عنه مطفي بس. الله شوفوا لمعته حق الصبح تهبل. هذا حق البنات اللي يحبون اللمعه الخفيفه الستلد اللي شوفوا كنا الوجه. بالفاونديشن، فاونديشن وايد عاجبني، وجهي يهبل بالصدق يهبل. راح اخذ شويه من اللون الثاني اللي كنا فيه جليتر، هذا جليتري، هذا فيه جليتر، حتى الجليتر لونه شوية ذهبي. حقت أبي راح أحط حجامي عدل. أوكي كذي رد وجهي اللي لونه على مشمشي. راح أستخدم على الخد الثاني واحد ثاني، مع إني توني حاطه واحد جاي على شوية برونز، في واحد جاي على لؤلؤي أكثر، لايت أكثر. خلنا نستخدم اللي لون واحد اللي هو كنا أبيض، راح نستخدمه على الجهة الثانية بس بشوف يسوي أكثر ولا لا. واو يا إيد، حلو. هذا ما في جليتر كلش، هذا كلش ما في جليتر. هذه وايد حلوه، انا حطتها فيها لون حسه ماشي مع الاي شادو اللي انا حطتها، ففي لون شويه هني صاير ماكو لون نهائي. هذه حق البنات اللي ما يبون لون نهائي بس يبون لمعه قويه، هذه وايد حلوه. قاعد تشوفون لمعتها وايد حلوه، وكنا الوجه كنا طبيعي يعني مو ما في جليتر كلش، هذه ما فيها جليتر. انا اللي دزوليها سيفورا اللي هي تروفي وايف، هذه فيها جليتر، يعني هذه حطيتها حق حفلة نيكس، وكان الهايلايتر الجمهور شافوه من على المسرح. حطيتها بعد بيوم بروحها لما طلعت، حطيتها تحت حاجبي وهني شوية بدأت تمشي على وجهي، وجهي كله صار جليتر جليتر، تشي كله نقط جليتر. هالشي يمكن أنا ما أحبه، فهذا انتنس ممكن تحطونه حق حفلات أعراس، وايد راح ينفعكم إذا تروحون وايد أفراح وأعراس، وايد راح تحبونه. اما بالنسبه حق البنات الاول ناتشرال كلها الاشياء الطبيعيه ولا لا، انصحهم يروحون حق الهايلايترز الثانيين، لان هذا وايد وايد تشوفون وجهي كنا في ماي قصدير. فهمت علي؟ فرشه، نسيت اجرب الفرشه. هذا شكلها، ما فيها زود يعني. صراحة أنا ما شريت فرش ولا شريت بيوتي بلندر ولا شريت ولا شيء، حسيت إنه ما له داعي، بس هذه عجبتني لأن شريتها مع هذا. شوفوا يلزقون كيوت، شريتها مع هذا وحبيت إني آخذ بالفرشة الهايلايتر الكريمي وأحطه، بس وجهي ما قاعد يكفي هايلايترز، فهذا راح نستخدمه بلوك مختلف. الحين ني حق الجلوس، الجلوس نازل لون واحد، المفروض انه هو يمشي على كل انواع البشره.
كل ألوان البشرة. لونه في جليتر وياي شوية اللون على فضي، كنا في فضي. حلو، وايد حلو، حبيته. ما حبيته؟ حبيته وايد حلو. اوكي راح اخذ هذا اللون اوله، بس وايد اصفر، وايد اصفر خصوصا هني، وايد اصفر، وايد ذهبي هني، مو وايد. اخر شيء راح اخذ سماش بوكس، هو برايمر ومثبت حق الميك اب. شاشة الكاميرا. اوكي كذي خلصت اللوك وحطيت كل شيء من الكوليكشن. في اشياء ثانية ان شاء الله راح اجربها بايام ثانية، بس سو فار الفاونديشن شكله يهبل بالصج. الباودر مو من احسن الباودرز اللي استخدمتهم بحياتي. الجلوس حلو، يعني مو احلى، يعني في وايد جلوسات بالحياة عرفتوا، فما ادري شنو المميز فيه بس حلو. هذا الفيرست امبريشن للحين. الاضاءات كلهم يهبلون حسب انت شنو تبين، شنو الاضاءه اللي انت حابتها وشنو الاضاءه اللي انت ممكن تستعملينها كل يوم. حاليا الساعه 2:00 وكم يبين معاكم 2:46 دقيقه. الحين بطلع. اوكي اصدقائي رديت لكم. حاليا الساعه 12 17 دقيقة. بالنسبة حق الفاونديشن نفس ما انتم شايفين وجهي ستيل حلو، ما في شيء. شوية بدا يدهن حوالين انفي وهني، بس بقاءه وايد حلو. شكل البشرة وايد طبيعي. بالنسبة حق تو فيست بالنسبة لي مستحيل استخدمه مرة ثانية حق تثبيت الكونسيلر، طعم مو حلو شكله وشكله مكتل هني، فهذا بالنسبة لي لا كتثبيت كونسيلر. يمكن استخدمه استخدامات ثانية عاد، اذا استخدمت استخدامات ثانية راح اقول لكم، بس كتثبيت كونسيلر هذا الباودر ما حبيته بتاتا. بالنسبة حق الاضاءة نفس ما انتم شايفين، مع اني غفيت خلال اليوم وانا قاعد اشتغل غفيت كذي، وانا نوعي لما وايد احرك ايدي وايد المس وجهي لما احرك، لما اسولف يعني، او يعني شفت فيلم حاطه ايدي كذي اسكر عيوني شي عرفته، بس الاضاءه موجوده للحين وايد حلوه. بالنسبه حق الجلوس حلو عادي، ريحته وايد حلوه. بالنسبه لي كوليكشن ريانا ممتاز. البرايمر ما ادري يبي لي اسبوع تقريبا اجربه مع اكثر من فاونديشن عشان اعرف اذا هو زين ولا لا. وبس كذي خلص فيديو اليوم، ان شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا فيه. لا تنسون اذا حبيتوا الفيديو تسوون لايك، اذا عندكم اقتراح كومنت او استفسار تكتبونه تحت بالكومنت. لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم ايميل كل شيء جديد ينزل القناه. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه. باي باي.